هذا انتاج تعلم ما شاء الله. طبعا هذا انتاج امس يعني عمره يوم، الحين هذا اليوم الثاني ما شاء الله متعلم. صلى الله يحفظ يا رب. يا جماعه هذول الماعز الحجازي، شوفوا لذان يا جماعه طولا، شوفون يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، واحجام كم عرض هذا يا ابو جو؟ 34 سم. ما شاء الله سبحان الخالق ما شاء الله. طبعا هذا اطول اذن ما شاء الله في الساحه، اطول اذن في الساحه ما شاء الله. كم طوله؟ مزات رفيع. ها انتاج مزات رفيع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شو اسمه؟ نوماس. نوم ما شاء الله سوم 500. ما شاء سوم 500 ما شاء الله سبحان الخالق. هذا ولد نوماس؟ ولد نوماس ما شاء الله تبارك الله وجدع ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله.